ان شاء الله. دكتور ثابت، الاهلي لا يبحث الا عن العداله. كابتن حشيش قال اسمه دوري السوبر الافريقي، لازم كل حاجه تبقى فيه سوبر، اداء المباريات، مستوى اللاعبين، الزمك شفنا اهتمام بالملاعب وجوده الملاعب والحضور، الحضور الجماهيري. الفار والتحكيم ما زال لسه علامات استفهام في الكره الافريقيه في مباراه الاهلي، خاصه السنه دي من اول الموسم مباراه السوبر الافريقي من الاهلي واتحاد العاصمه، ركله جزاء صحيح النادي الاهلي، كمان اتاكدت في مباراه سيمبا في تنزانيا ركله جزاء، بص واضحه واضحه مليون في الميه. المباراه الاخيره كان في علامات استفهام في اخر المباراه، مباراه سان داونز، في دفع لبيرسي تاو، ما شفناش اعاده، ما شفناش الفار، الناس اللي قاعده على الفار تعيد اللقطه، تجيب الحكم، طب استنى نتاكد من اللعبه. يعني رايك ايه؟ وانت كمان جاب لنا اللقطات يعني بالصوره معانا. طبعا الاول برافو النادي الاهلي ان هو بياخد موقف وبيسجل موقف، لان الاخطاء التحكيميه فجه، والاخطاء التحكيميه مؤثره على نتائج المباريات. مش معقول تكون بطوله الدوري الافريقي لكره القدم الفيفا بيعملها، الفيفا اللي عاملها بيجربها في افريقيا عشان يطبقها في اوروبا، ويكون هذا مستوى التحكيم، يكون هذا مستوى الاخراج. الاخراج عندهم في المخرج هناك في المباراه ما بيعيدش ضربه الجزاء بتاعت بيرسي تاو، ما عادهاش، ده احنا جايبينها بالزوم. ده يعني مش عارف ازاي بتحصل حاجه زي دي في افريقيا، وازاي الكاف بيسكت على الكلام ده. يمكن اول لعبه هاتها اللي هي بتاعت مباراه الاتحاد العاصمه الاول بتاع الكهرباء، دي ضربه الجزاء ماشي، لو نقولها الاول دي ضربه جزاء واضحه دي مليون في المية. دي اول ضربه جزاء كانت في مباراه اتحاد العاصمه، اللي هي كانت في مباراه السوبر الافريقي اللي هي مباراه السوبر اللي كان فيها الحكمه اللي هي من موريشيوس لاريا على الفار، اللي كانت نفس الحكمه على الفار اللي كانت في مباراه سان داونز. هات اللعبه بتاعه سان داونز اللي احنا كنا لسه جايبينها، نفس الحكمه الموجوده على الفار رفضت تحسب ضربتين جزاء للنادي الاهلي، نفس الحكمه. طب ومش معنى الحكمه دي تجيلك في اربع ماتشات ورا بعض، علامه استفهام برضه، ما علامه استفهام انها تاخد ماتشين لفرقه واحده ورا بعض. الحاجه الثانيه ما خدتش وقتها حتى تشوف انها تشوف اللعبه كويس. في المقابل كان في لعبه سان داونز كانت على قفشه، اللعب وقف وخدت وقتها وشاف الحكم استكمل المباراه. تعالى كمان في ماتشين سيمبا، ماتشين سيمبا ادي ضربه جزاء من الدقيقه 36 للنادي الاهلي لكهرباء، واضحه جدا الضرب بالقدم اهو، واضحه جدا يعني مش محتاجه حتى اللي يروح يبص على الفار اصلا. سيمبا في تنزانيا، في تنزانيا لكهرباء برضه نفس يعني عايز اقول حاجه، طب ما خلاص يلغوا الفار بقى يعني طالما كده يلغي الفار ده، انا حتى ما يعني ما ندهوش. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه، الكوره بتاعت بيرستاو البوزيشن بتاع الحكم كمان مش يعني مش مستني فار، انت شايف كويس قوي. يعني انا كنت اسامه امبارح في مباراه، كنت براقب مباراه البنك الاهلي وفيوتشر، فكلمت مع حكم دولي موجود من المجموعه اللي كانت موجوده، فقال لي في كور فيها زق لما تكون انت يعني لازق في العيب الثاني، انما السوسته دي بص يا كابتن سوستة. هنا ايد اللاعب حتى خرجت من محيط جسمه كده وبيزق بيرسي تاو، هو سماها لي بقى، قال لي زي السوسته بالظبط، زي ما بتعمل كده بترد. الزقه دي ما فيهاش مناقشه، ما فيهاش ان انا اقول ايه ده احتكاك عادي، لا ده مش احتكاك عادي. عبد المنعم بوطويل اللي هو اللي عاملها ده اكتر لعيب بيرتكب اخطاء في سان داونز، ده برده من واحد من النقط كده السريعه اللي ممكن نستغلها في نقطة الضعف في الماتش الجاي، لانه بيعمل فاولات كتير. هات اللي بعدها برضو في مباراه الاياب لكهربا في القاهره، هنا كان في ضربه جزاء واضحه على حارس المرمى، حارس سيمبا طلع على رجل كهربا في الشوط الثاني، وكانت واضحه جدا ان هي ضربه جزاء. اذا اربع ضربات جزاء في اخر اربع ماتشات للنادي الاهلي لم يتم احتسابهم في اخر اربع ماتشات في افريقيا، ماتش في السوبر قدام اتحاد العاصمه، هي دي دي للقاهره، هنا ضربه جزاء واضحه، كهربا هو اللي لعب الكره الاول، بعد كده حارس المرمى اللي دخل عليه طاير على رجله يعني مش طالع الكره، بص الكره فين وهو فين يعني، واللي وصل للكره الاول مين؟ كهربا. كهربا اللي لعبها، وبالتالي ضربه جزاء. ادي اربع ضربات جزاء لم يتم احتسابهم. صراحه لا يعني اللي بيحصل ده، نتمنى ان يوم الاربع بكره ان شاء الله، مش عايزين اخطاء تحكيميه، نتمنى ان الحكم يراجع الخطا، يراجع لو هو في اللعبه فيها شك، لان دي ماتش زي ده ماتش بطوله طبعا، الفايز من الاهلي وصن داونز هيبقى مرشح بنسبه كبيره ان هو ياخد البطوله زي احمد محمد.